الاستبداد شنو ضرره؟ الاستبداد له أربع مضرات. الضرر الأول للاستبداد إفساد الدين الناس. المفسدة الثانية مفسدة الأخلاق. الضرر الثالث لحكومة المستبد ضرر إفساد الاجتماع. كيف؟ لأن المستبد يقرب من يخضع له، والكفاءات دائما لا يخضعون، الكفاءات تنسحب، غير الكفاءات هؤلاء يتقدمون. ويسميهم الإسلام إمعة في الروايات تخفيفا عن أنا مع. هذا هو، عندي عقل لا، عندي تفكير لا، أعرف هذا الطريق صحيح وهذا الطريق فاسد لا، أنا مع. حشر مع الناس عيب. فن وعلم وفهم وذكاء وما أشبه، طبيبان، طبيب مستقل في تفكيره لا يأتي به المستبد، والطبيب إمعة يأتي به المستبد، فهل يتمكن من علاج الناس هذا الطبيب غير الكفر؟ وقل هذا في المهندس وفي الاقتصادي وفي السياسي وفي العلمي وفي الفني وفي كل شيء. هذا الضرر الثالث.